بسم الله الرحمن الرحيم. الطائرات البحرية. الطائرات البحرية، الطائرات البحرية عبارة عن كتل مياه تتحرك بسرعات مختلفة في اتجاهات متفرقة، يتوقف كل منها على العوامل المؤثرة في المنطقة، ويتم دراسة هذه الظواهر اللي هي الظاهرة يعني في الأحوال الآتية: عند تخطيط المواني وتحديد المداخل والممرات الملاحية، حيث تكون العناية بدراسة سرعة التيارات المائية واتجاهاتها وتأثيرها على سلامة الملاحة عبر المداخل والممرات الملاحية، وكذلك ما تسببه من إطماء اللي هو الترسيب يعني عند دراسة النحر على الشواطئ وأعمال الوقاية منه. وتقسيم التيارات البحرية إلى الأنواع الآتية، يعني التيارات البحرية دي هنقسمها إلى تيارات ساحلية، وتكون قريبة من خط الشاطئ وتنتج عن المياه التي تصبها الأنهار في البحار أو بفعل الرياح أو الأمواج المائلة على الشاطئ أو الماثلة على الشاطئ أو الأمواج الماثلة على الشاطئ. 2. التيارات المادية، دي تنتج من اندفاع المياه على الشاطئ أو المساحات المائية المحدودة كالخلجان وأجزاء الأنهار القريبة من مصبتها، وقد تكون سرعتها عالية نسبيا بسبب تأثير ظاهرة المد. 3. التيارات الطبيعية، هي تيارات تنشأ من اختلاف درجات حرارة المياه، وأشهرها تيار الخليج الدافئ الذي ينبع من خليج المكسيك ويتحرك شمالا إلى المحيط الأطلنطي. يبقى رصد التيارات البحرية، يتم رصد التيارات البحرية لتحديد سرعتها واتجاهاتها اتجاه المصدر، بحيث انتقال كتلة الماء من نقطة محددة بالطرق التالية: 1. يتبع عوامة تتحرك مع كتلة الماء برصد مكانها على فترات زمنية معلومة، باستعمال أجهزة قياس التيارات اللي هي الكارنت ميترز. طب الأولانية اللي هي متابعة العوامة، يبقى ده بستعمل السكستان من فلوكة. السكستان ده زي التدوليد اللي بيبقى موجود على الشاطئ، يبقى السكستان ده البديل للتدوليد بس بيبقى على فلوكة، يبقى ذلك باستعمال السكستان من فلوكة تتحرك قريبا من العوامة. يتم رصد على علامات ثابتة على الشاطئ أو باستعمال تدوليد على الشاطئ أو باستخدام أجهزة الرادار، حيث تجهز العوامة، وفي هذه الحالة تجهيز خاص مع أجهزة الرادار. أجهزة الكارنت ميترز اللي هي أجهزة قياس التيارات، هي أجهزة تسجل كل من السرعة والاتجاه في نفس الوقت، يعني دي متقدمة شوية عن موضوع العوامة. طيب رصد التيارات البحرية باستخدام العوامة أو العوامات، يتم رصد العوامات على فترة زمنية بتتراوح من 15 ل 20 دقيقة. يتوقع هذه المواقع على خريطة بمقياس رسم مناسب، حيث يمكن تحديد السرعة بين كل الموقعين بقسمة البعد بينهما على الزمن الذي استغرقته العوامة لتنتقل من الموقع الأولاني إلى الموقع الثاني، كما يكون الاتجاه التيار هي النقطة الأولى إلى النقطة الثانية وهكذا. ليه بقى؟ لأن أنا بقول إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. أنا دلوقتي أنا موقع الموقعين اللي اتنقلت منه العوامة من موقع واحد لموقع اثنين على خريطة بمقياس رسم مناسب، فبعرف المسافة اللي بينهم قد إيه بمقياس الرسم المناسب دهوت، وعندي التايم الاولاني وعندي التايم الثاني، يبقى انا عارف الزمن اللي استغرقته الانتقال، يبقى هقول المسافه اللي هي من الخريطه على الزمن اللي انا قسته، يبقى المسافه على الزمن يديني السرعه اللي اتنقلت بيه، وكذلك عرفت الاتجاه طبعا على الخريطه. ويلاحظ ان كل من السرعه والاتجاه للتيار بتختلف من كل نقطتين متتاليه. طب شروط العوامه بقى نفسها، انها تمتد بقى اللي انا حيس عليها دي او اللي انا هتابعها، انها تمتد تحت سطح البحر بحيث ان حركتها ناتجه عن تحرك المياه اللي انا عايز اقيس سرعتها واتجاهها. طيب تظهر فوق سطح البحر بالقدر اللي انا اقدر اتابعها بيه واشوفها وهي بتتنقل دون ان تتعرض لمقاومه الرياح، ان تكون مقاومه المياه نفسها الاخرى غير مياه التيارات المرصوده اقل ما يمكن بالنسبه لجميع اجزاء العوامه. دي التيارات السطحية ذات العمق القليل، تبقى مثلا ألف لو أنا مثلا جايب عوامة ولها تقل وسلك رفيع، أو حاجة لها تقل زي بالشكل اللي موجود في ب، أو جيم في شيتس معينة
والضلع 25 سم، كل ضلع منهم 25 سم. أو في عوامات الطائرات الجوفية، دي بتبقى أعمق أكتر، يبقى دلوقتي دي العوام ودي الراية بتاعتها، وفي سلك من الصلب، وآدي تقل موجود، قفص معدني بأثقال مغطى بمقياس معين يوضع في منتصف التيار، دي 120 سم في 90 سم، ده الشكل بتاعها، والسلك الفاي بتاعته 1 سم، والعوامة نفسها بقطر 22.5 بعمق 335 سم، وهكذا. يبقى تحديد موقع العوامة في عندي حالتين، يا إما إذا كان البحر مضطرب دي لها طريقة، وإذا كانت الظروف تسمح باستخدام فلوكة دي لها طريقة تانية. لو البحر مضطرب أنا هقيس من بره وهتتبع حركة العوامات، يبقى يتم رصد العوامة بواسطة جهازي تدوليت موضعين عند نهايتي خط القاعدة، اللي هي إيه؟ اللي هي عند اللي هي كما مبين في الشكل أ وب. في نفس الوقت كل واحدة منهم بترصد أهي بالجهازين في نفس الوقت، ثم بعد فترة زمنية معينة 15 20 دقيقة ترصد العوامة مرة أخرى. يعني اللي واقف في ألف ده قبل ال 15 دقيقة دول رصد نمرة واحد مثلا، عوامة نمرة واحد، وبيه رصدت نفس نمرة واحد ده خلاص. بعد 15 20 دقيقة الاثنين رصدوا مين؟ العوامة نمرة 2 أو الانتقال في الموقع رقم 2. بمعرفة بقى الزوايا بقى إيه؟ ألف واحد وألف اتنين وبه واحد وبه اتنين، وأنا عندي خط القاعدة معروف، في الحالة دي أقدر أعرف الإيه؟ المسافات اللي هي بين واحد واتنين، وأنا عندي نفس في نفس الوقت التايم أنا مسجله، يبقى أقدر أعرف السرعة اللي مشيت بيها والاتجاه اللي مشيت فيه. إذا كان بقى البحر الظروف تسمح وفي ثبات، يبقى أنا هعمل إيه بقى؟ يبقى أنا هيتم الرصد من البحر بواسطة ثلاثة علامات ثابتة على الشاطئ بواسطة فلوكة وجهاز سكستان بقى، أنا برصد من البحر النقط الثابتة الثلاثة دول. فتبقى واقفة في واحد أرصد عند أ وب وجيم. وصلت لاثنين يبقى نفس الكلام، وأنا بعمل الزمن، يعني عارف الزمن من واحد لاثنين قد إيه؟ وارصد برضو من عند اتنين الموقع بتاع الف وب وجيم بالسكستان. برضو وصلت لموقع نمره 3 يبقى نفس الكلام، يبقى انا عارف الايه من عند 3 رصد الف وب وجيم، يبقى انا عندي زوايا مين؟ الف واحد وجيم واحد، والف اتنين وب اتنين، والف تلاته وجيم تلاته، عارف دول وراصد الزمن وعارف الاتجاه، يبقى اقدر اعرف الايه السرعه اللي مشيت بيها قد ايه.